السجل الدفاعي في دوري ابطال اوروبا خلال الموسم الحالي ده اللي احنا اتكلمنا وقلنا عليه بدون اي هزيمه، حيث لما تلقى نادي الكتالوني سوى هدف واحد فقط في 6 مباريات لعبها في مرحله المجموعات، وده اقل من اي فريق في المسابقه. دي كانت بعض الاحصائيات والارقام اللي كنا لازم نتكلم عليها ونشير اليها قبل مباراه او قبل ما نستعرض مباراه تشيلسي وبرشلونه. طبعا المباراه كانت على ملعب ستانفورد بريدج، تشيلسي ضيع بعض الكرات كانت عن طريق ويليام، كورتين في العارضة لكن تمكن في الكرة الثالثة انه يحرز هدف التقدم بعديها. وطبعا الغلط او الخطأ الفادح اللي انت ممكن تدافع او ما تغلطش طوال ال 90 دقيقة، لكن بخطأ واحد فقط امام ميسي وانيستا ما اعتقدش ان اي مدرب يغامر ودفاع ويحصل فيه الخطأ ده، فيستغل فريق برشلونة وينجح انيستا في صنع او صناعة هدف لميسي اللي بينجح انه يحرز هدف على يمين كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي وينجح في التعادل. فرصة برشلونة أكيد كبيرة جدا في الكامب نو، لكن ده ما يمنعش أن التاريخ بيقول أن تشيلسي مش بيفرق معاه الحاجات دي، تشيلسي بيروح على ملعب برشلونة بينجح أنه يتعامل مع فريق برشلونة. لكن أكيد قبل ما نروح نتكلم وهنشوف أهداف المباراة، تعال نشوف تقديمة المباراة، إزاي برشلونة استعد للمباراة بالشكل اللي احنا شفناه، وإزاي كمان بعد المباراة والعناق والسلامات الحارة جدا اللي هتكون ما بين ميسي ولاعيبة برشلونة ولاعيبة تشيلسي. تعالوا نروح نشوف ازاي جمهور كمان برشلونة احتفل بهدف ميسي من زاوية خاصة من زاوية الجماهير، ونرجع نكمل مع حضراتكم. ما فيش شك ان ميسي وفابريجاس علاقتهم اللي موجودة داخل الملعب علاقة جيدة، هي ايضا خارج الملعب عندهم علاقة جيدة جدا. والسبب في كلامي ان احنا دلوقتي هنشوف ازاي ميسي وفابريجاس كان عندهم روح طيبة داخل الملعب، وميسي حول الهزار ده لكلام بينه وبين الحكم، حكم المباراة اللي حاول ان هو يوجه للحكم إشارة ان هو يقول له فابريجاس محتاج انذار، فانا عايزك تدي له انذار. طبعا هنعرض الفيديو واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي وهنشرح وهنقول ازاي ان ميسي اللقطة اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا انه خلال المباراة ما كانتش شغالة، حصل تدخل ما بين فابريجاس واحد لاعبي برشلونة، فبالتالي كان ميسي واقف مع الحكم والحكم كان بيتكلم مع ميسي، فميسي قال له طبعا بصفة واحد من كباتن فريق برشلونة واحد من نجوم الفريق انه اتكلم وقال ان طبعا بهزار انه فابريجاس يستحق الانذار. ده طبعا غير اللقطات اللي هنشوفها واحنا بنتكلم دلوقتي امام حضراتكم، ان كان طول المباراه كان في حديث ما بين فابريجاس، دي اللقطه اللي بنتكلم عليها، ان ميسي بيتكلم مع الحكم بيقول له فابريجاس محتاج او يستحق ياخد انذار، وطبعا في يعني روح طيبه جدا ما بين الاثنين لعيبه الكبار جدا زي ما احنا قلنا، ان طبعا في علاقه صداقه ما بينهم اسريه ما بين فابريجاس وبين ميسي خارج الملعب، فبالتالي الاثنين لعيبه كمان مش من اللعيبه اللي عندهم حماس وبتدخلوا تدخلات عنيفه جدا، لكن ده لازم اكيد طبعا بنعرض حاجه زي دي عشان تبقى رساله طبعا للعيبه اللي بتتفرج وبتشوفنا، ان داخل الملعب اكيد وضع مختلف وخارج الملعب وضع مختلف، لكن في نفس الوقت ان مفيش يعني ممكن احنا يبقى عندنا بنلعب في فرق ضد بعض او بننافس بعض داخل الملعب، لكن ما يمنعش ان يبقى فيه روح طيبه داخل اللاعبين وبعضها في الملعب. ودي كانت اخر اخبار مباراه برشلونه وتشيلسي، اللي هننتقل بعديها لمباراه بايرن ميونخ وبشكتاش، بفوز كبير جدا لبايرن ميونخ ب5 أهداف مقابل لا شيء. اعتقد البايرن صعد لدور الثمانيه، ما بقاش عنده اي مشكله، هيروح تركيا لمباراه فقط عشان يكون موجود فيها يعني تقضيه واجب بمعنى اصح. احنا عارفين الاليانز ارينا من الصعب جدا ان انت تروح اليانز ارينا، ممكن يعني بنسبه 60-70% ان انت ان انت تخسر، لكن 30% ان انت ممكن تفوز، ده طبعا باستثناء الفرق الكبيره قوي اللي مش بيكون عندها معايير ولا مقياس. لكن بشكتاش وبايرن على الورق اكيد طبعا بايرن ميونخ هي اقوى بكتير من فريق بشكتاش. هنتكلم على طبعا القياده الفنيه، هنتكلم على اللاعبين داخل الملعب والخبرات اللي بيتمتعوا بيها، هنتكلم على النجوم والاسامي اللي موجوده بين الفريقين. لكن كالعاده قبل ما نروح نتفرج او نشوف الاهداف اللي كانت موجوده، نتكلم بسرعه على تاريخ مواجهة الفريقين وأبرز الإحصائيات والأرقام اللي كانت موجودة قبل المباراة. طبعا المواجهة الوحيدة اللي جمعت بين فريق بايرن ميونخ وبشكتاش في دوري أبطال أوروبا بترجع إلى مرحلة المجموعات في موسم 97-98، فيها طبعا فاز نادي بايرن ميونخ في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2 أو فاز في المباراتين 2-1 هدفين دون مقابل. بايرن ميونخ وصل إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في ستة مواسم من الثمانية الأخيرة، يعني في 8 مواسم صعد للنصف النهائي في 6 سنين. ومن ناحية تانية طبعا دي المرة الأولى اللي بشكتاش بيوصل ليها لمراحل خروج المغلوب في نفس المسابقة.
بشكتاش فاز في 3 مباريات خارج ملعبه في دوري ابطال اوروبا في الموسم الجاري، وكلها طبعا دي في مرحله المجموعات، ودي المرحله اللي قبل مباراه بايرن ميونخ، وهو الفريق الوحيد في المسابقه اللي فاز في المواجهات اللي لعبها خارج ملعبه هذا الموسم. فاز ما تعادلش، يعني بشكتاش فاز في 3 مباريات اللي لعبها خارج ملعبه. بايرن ميونخ فاز في اخر 4 مباريات على التوالي في دوري ابطال اوروبا، وهي اطول سلسله انتصارات في المسابقه خلال الموسم الجاري، لكن كل الانتصارات جت في مرحله المجموعات في الموسم الحالي. بشكتاش هو واحد من 4 انديه، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في احصائيات وارقام فريق برشلونه وتشيلسي، لم يتلقى اي هزيمه في مرحله المجموعات من دوري ابطال اوروبا، مع 4 انتصارات وتعادلين طبعا مع برشلونه وتوتنهام وليفربول. بايرن ميونخ فاز من 20 مباراه، فاز 19 من اصل 20 مباراه على ملعب أليانز أرينا في دوري ابطال اوروبا، والخساره الوحيده جت قدام ريال مدريد 2-1، في مسجل البايرن 3 اهداف في كل من مبارياته الثلاثه على ملعبه هذا الموسم. وبشكتاش تلقى نسبه قدرها 80% من الاهداف في الشوط الاول من المباريات اللي لعبها في دوري ابطال اوروبا خلال الموسم الحالي، من 4 اهداف ل5 اهداف، وهي اعلى نسبه او اعلى نسبه يتلقاها نادي في مرحله المجموعات هذا الموسم. روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ والنجم البولندي سجل 17 هدف في اخر 16 مباراه من دوري ابطال اوروبا على ملعب أليانز أرينا، هو ثاني افضل لاعب من حيث متوسط الاهداف 0.68 في اخر 20 مباراه من مراحل خروج المغلوب بعد كريستيانو رونالدو اللي بيحقق نسبه 0.79. طبعا اكيد نجمين كبار جدا ونجمين بيحققوا ارقام كبيره، لكن لسه مستمرين في الاحصائيات. اندرسون تاليسكا لاعب بشكتاش سجل 4 اهداف في 6 مباريات خلال مرحله المجموعات من دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي، اكتر مما سجل في مواسمه الثلاثه السابقه من المسابقه الحاليه واللي لعب فيها 14 مباراه. يوب هاينكس واللي فاز مرتين في دوري ابطال اوروبا بيملك نسبه 71% من مبارياته في المسابقه من 29 ل 41، وهي ثاني افضل نسبه انتصارات بعد لويس انريكي اللي حقق نسبه 73% مقارنه مع المدربين طبعا اللي خاضوا ما لا يقل عن 30 مباراه. دي كانت معظم الارقام والاحصائيات اللي احنا حبيناها، اللي احنا حبينا نعرضها قدام حضراتكم ونتكلم فيها قبل ما نتفرج على